مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. السلام عليكم لكل متابعين حساب السياحة المذهلة. اليوم بسوي لكم تغطية خفيفة لجزيرة كابري في إيطاليا، في جنوب إيطاليا. طبعاً بقية الأيام بنحاول نغطي أكثر من مكان في الشمال الإيطالي، وبنغطي في فلورنس والبيرو بيلو، إلا على حساب الشخصي. طبعاً الوصول لكابري من أكثر من ميناء، في من نابولي الأشهر وأكثر أوقات، وفي من سورينتو اللي كنت فيها، وفي أيضاً من أمالفي بوسيتانو، أكثر من مكان. طبعاً كابري مشهورة بالصنادل المصنوعة باليد، شيء شكله زين، شيء هالقارب ياخذ فيك فرة كاملة على الجزيرة، ممكن واحد يجلس برا، وبسعر 18 يورو للشخص، تقريبا ياخذ ساعة. طبعا فيه ثلاث أنواع، بس الأخضر هو اللي ياخذ فيك الفرة الكاملة، ممكن تشوف حتى الكهف الأزرق المشهور. الكهف الأبيض هنا، الكهف الأزرق تأخذ قارب صغير وتقدر تدخل داخل. بس السيرة والله الزحمة زحمة. طلعنا الحين لوسط مدينة كابري فوق، هذه خريطة كذا حاطينا كل الجزيرة. هذا أنا بس هنا تنتهي تغذيتنا في هذا الحساب. بقية الرحلة راح تكون في حسابي الشخصي، تشرفوني طبعا بالمتابعة. اشوفكم على خير.